السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب عليكم. النهاردة يا جماعة معانا فيديو جديد او سلسلة جديدة في القناة، هي سلسلة مبدعين. يعني ايه سلسلة مبدعين؟ يلا بينا نروح مع الانترو الاول ونرجع نشوف. النهاردة يا جماعة هنتكلم على سلسلة مبدعين زي ما قلنا في اول الفيديو. طيب ايه هي سلسلة مبدعين دي؟ هقولك باختصار شديد جدا. احنا دلوقتي عندنا 3 العاب لمحاكي القطارات، منهم ترين سيميليتور وترين سيميليتور وترين سيمورلد، وان شاء الله في فيديو قريب جدا هقول الفرق ايه بين الثلاثة دول. طيب في ناس بتصمم في كل الالعاب دي، فاحنا دلوقتي هنعمل سلسلة مخصصة ليهم بس مش للاشخاص المشهورين، تمام؟ لان الاشخاص المشهورين زي الباشمهندس حسام حسن، زي الباشمهندس محمد يحيى، زي الباشمهندس محمد الديزل، الناس دي يعني معروفة، تمام؟ فانا قررت اعمل السلسلة دي للناس اللي هي لسه بتبتدي، لسه بتطلع الطريق، بتطلع واحدة واحدة، فهعمل لهم السلسلة دي دعما ليهم، بس بشرط ان الحاجات اللي هم هيعملوها هتبقى خاصة بيهم هم. طيب تعال نتكلم بالتفاصيل اكتر. ايه هي الحاجات اللي ممكن يعملوها؟ يعني مثلا شخص قدر يعدل في الالوان بتاع العربيات، سواء في لعبة ترين او في لعبة ترينز او في لعبة ترين سيم وورلد، وعلى ما اعتقد يعني ان دي صعبة جدا فسيبنا منها، خلينا في لعبة ترين وترينز. طيب اي حد بيعرف يعدل او بيعرف يصمم، بيعرف يعدل في الالوان، يعدل في الاصوات، يصمم بشكل كامل، حابب ان هو يطلع معانا في السلسلة دي، انا ما عنديش اي مشكلة، يكلمني ووريني شغله وانا هقيم شغله وبناء عليه هقوله اذا كان هيطلع ولا لا، بس لازم يبقى هو اللي عامل الشغل بنفسه، وخليه هو متاكد انه طالما هو اللي عامل الشغل بنفسه او هو اللي مصمم او هو اللي ملون مش سرقها من اي حد، فطبيعي جدا انا مش هعترض وهوافق جدا ان هو يبقى معانا في السلسله دي، وخصوصا ان مش شرط ان انا انزل حاجه، يعني مش شرط ان انا احط له اضافات، انا بس بوريكم قد ايه الناس بتتعب وقد ايه ان اللي عايز حاجه بيعملها بنفسه، تمام؟ النهاردة اول حلقة في السلسلة دي معانا شاب صغير في السن قرر ان هو يبقى من المصممين ويبقى من المبدعين واتعلم، تمام؟ سواء بقى اتعلم من شخص مصري او من شخص اجنبي، بس هو في الاخر اتعلم وقرر ان هو ينزل لنا هدية، منهم الخنافس اللي هي GT22 وكمان المارلابورو، تمام؟ هو الاثنين هما الجرارين دول، هو عدل في الوانهم، تمام؟ الاول خالص هو عدل في الوانهم، وبعد كده بدأ يعدل في التصميم بتاعهم ويضيف لهم اضافات، يضيف لهم اضاءات كده وحاجة، يعني حاجة كويسة وحلوة، تمام؟ طيب التصميم عشان نبقى مركزين، ده شكل الخنافس والشكل المارلابورو، ده مش تصميم مصري 100%، يعني مش معمول تصميم كامل، هو بس معدل في الهيكل ومعدل في الالوان، ودي حاجه يعني تحسب له ومشكور جدا وكويس جدا، واستمر يا باشا عشان تقدم لنا كل حاجه جديده وتعرف تبقى من المبدعين ومن متميزين كمان. يلا بينا هنروح مع شرح ازاي نحمل الاضافات وازاي نلعب بيهم جوه اللعبه ونرجع تاني. طب يا جماعه احنا رحنا للموبايل اهو عشان نشوف الدنيا، هنحمل، هندوس على سلسله مبدعين، هندوس على العلامه الزرقاء وهنسيبه يحمل معانا، تمام؟ هو كده بيحمل، هنصبر لغايه ما ينزل اهو داونلود، هنستنى، تمام؟ هنوقف الفيديو لغايه ما ينزل وبعد كده هرجع لكم تاني. طب يا جماعه زي ما احنا شايفين اتحمل اهو، تمام؟ سلسله مبدعين. طيب نركز بقى يا جماعة كويس جدا، انا ما هخشش على مدير الملفات، يعني انا مش هخش على مدير الملفات ده، تمام؟ انا هخش على برنامج الوينرر، تمام؟ هفتح برنامج الوينرر، مش هيتفك الضغط، مش هيتفك غير على البرنامج ده، ففتحت الوينرر، هنزل اخش على داونلود، فين داونلود، تمام؟ طبعا كل موبايل بيختلف بقى في الحاجات دي،
احنا ندور على داونلود، لينا داونلود اهو. هنيجي نشوف سلسلة مبدئين، هندوس عليها تمام، هيفتح معانا بالشكل ده. طيب بكل بساطة بكل بساطة تمام، هاجي دايس هنا كده، شايفين؟ هاجي دايس هنا كده هيعلم لي عليهم كده، وهيقول لي استخراج في سلسلة مبدئين، هقول له اوكي تمام. هيطلب مني كلمة السر، طبعا هبقى سايب لكم كلمة السر في الفيديو. طيب بعد ما كتبنا كلمة السر، دخلنا كلمة السر، وهو دلوقتي بيفك الضغط، مفيش أي مشكلة تمام. فك الضغط كده، هنيجي قافلين خالص برنامج الوينرر، ونخش على برنامج زاد أرشيفر تمام. هنروح على داونلود، يا ريت بقى نركز كويس عشان ما بحبش حد يسألني والله في الكومنتات حاجة أبقى أنا قايلها أساسا في الفيديو. هنخش على داونلود، وبعد كده هنلاقي سلسلة مبدعين اهي تمام، شايفين اهي. طيب نيجي داخلين على سلسلة مبدعين، هنلاقي الهاش 84 والهاش 85، هنيجي دايسين على الثلاث نقط اللي فوق دول اهو، دول اهو عشان ما تجيش تقول لي فين الثلاث نقط. وبعد كده هدوس على اول واحدة اللي هي دي برضو اهي، وهختار دي ودي تمام. وبعد كده هاجي دايس دوسة طويلة كده عليهم، وهيقول لي لو موبايلك انجليزي هيقول لك كوبي، لو موبايلك عربي هيقول لك نسخ، هتدوس كوبي او نسخ. بعد كده هتيجي راجع من هنا كده تمام، هنرجع وبعد كده هنرجع تاني، وبعد كده هنطلع على اندرويد تمام، على اندرويد اهي، دي اندرويد اهي، هتلاقوا برضو موجود عندك اسمها اندرويد. هنخش على اندرويد، بعد كده هنخش على داتا اللي هي اول واحدة، من داتا هندور على مجلد اللعبة طبعا احنا عارفينه، والمجلد هيبقى واضح قدامكم تمام اهو اهو، ده اسم المجلد. انت وقف الفيديو لو مش عارف المجلد، وقف الفيديو بص على الاسم كويس ودور عندك هتلاقيه تمام. ف لقينا اسم المجلد، بعد كده هنيجي داخلين على فايلز، بعد كده هنخش على يوزر داتا، بعد ما نخش على يوزر داتا هنخش على اوريجينال دي تمام. برضو لو هتوه وقف الفيديو وخش عليها، بعد كده دخلنا على اوريجينال بندوس بيست تمام. طبعا انا عشان ضايفهم قبل كده مش هدوس بيست، انا هدوس الغاء وخلاص. طيب وبعد كده هنيجي نمسح ايه، هنمسح ملف اسيست ده تمام، هنمسحه ديليت، هندوس عليه دوسه كبيره، وبعد كده هندوس مسح او ديليت، وبعد كده هنرجع. لو انت اول مره، لو انت اول مره تفتح اللعبه او تحمل اللعبه، هتخش على اول واحده دي اللي هي ترينز ريسورس دي، وبعد كده هتخش على تاني واحده دي، وهتلاقي هنا كده ملف اسمه اسيست برضو، ابقى امسحه تمام. دي للناس اللي اول مرة تحمل اللعبة. طيب طب يا جماعة، لو انا برضو حملت اللعبة وجيت مثلا هنا دخلت على فولدر اللعبة ما لقيتش فايلز او ما لقيتش الحاجات دي، يبقى انت عندك كده اللعبة ناقصة مش كاملة، امسحها وحملها من اول وجديد، وسيب الملفات تحمل جوه اللعبة نفسها، سيب الملفات تحمل جوه اللعبة، وبعد كده هتلاقي الملفات دي ظهرت. يلا بينا، احنا كده ضفناهم، يلا بينا نخش جوه اللعبة ونشوفهم مع بعض. يا جماعة اللعبة فتحت معانا بالشكل ده زي ما انتوا ايه، زي ما انتوا شايفين. هنخش هنا كده عشان نشوف الاضافات موجودة ولا لا تمام. طبعا انا بشرح الشرح ده عشان لو في حد لسه اول مرة يحمل اللعبة، وهندور على الاضافات بقى تمام. هندور على الجي تي، فين الجي تي؟ اهو الاي ام، لا اي ام دي جي 22 اهو
تمام. طبعا احنا كنا ضايفين التاني اللي هو الجي تي 22، تمام. كنا ضايفين التاني ده في هدية العيد، انما ده لأ، ده غير التاني، تمام. ده غير التاني اهو، ده غير التاني، حتى انتوا هتلاحظوا ان في فرق حتى في التلوين وكل ده، تمام. ودي السيرينا بتاعته، ايه السيرينا بتاعته؟ مش المصرية بس، تمام، شغال زي الفل، والاضاءة فيه شغالة زي الفل. تعالوا نشوف الجرار التاني. الجرار التاني فين؟ الجرار التاني، تمام. الجرار التاني اسمه جي اي سي 18 7 اي، تمام. اهو المارلبورو اهو، تمام تمام يا جماعة. الاضاءة برضه اهي، لو نلاحظ ان في اضاءة فوق وفي اضاءة اهي تحت، وفي اساسا اضاءة تحت عند العجل اهو، يعني ممتاز جدا الشغل اللي هو عمله فيه، تمام. طيب هنيجي بقى راجعين كده، يا ريت يا جماعة نركز عشان ما حدش برضه يسألني يا جماعة والله انا ما عنديش خبرة في ترينز، انا والله ما عندي خبرة في ترينز، والله ما عندي خبرة في ترينز تاني مرة، تمام. فانت لو عايز تلعب او عايز تحط الجرارات دي بقى في خريطة وتبدأ تلعب وكده، فانت ممكن تشوف اي قناة تاني، يعني اي قناة خاصة بترينز بس وتتعلم منها، مش شرط يبقى عربي، يعني انت ممكن واحد اجنبي تتعلم منه، مفيش اي مشكلة، تمام. انما هي كده كده عشان تلعب، عشان تلعب وتضيف الجرارات وكده من هنا من رودس، تمام. ازاي بقى؟ انا معرفش، فانت خش شوف اي حد او شوف اي قناة، وانا هبقى سايب لكم لينك قناة تحت في الديسكريبشن برضو، يبقى في هيبقى فيها شرح لكيفية عمل خريطة وكيفية اضافة ايه، اضافة الطرق واضافة المحطات واضافة الجرارات والعربيات وكل حاجة، تمام. مش هتخسر حاجة لو رحت ايه اتفرجت على كل حاجة، بدل ما تسألني في الكومنتات وانا مش هرد عليك لان انا معرفش. بس كده وبس كده وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الاضافه تبقى عجبتكم، واتمنى السلسله دي تعجبكم، ولو انتوا شايفين السلسله دي هتعجبكم هتبقى كويسه، يا ريت تسيبوا لي كومنتات تحت في الفيديو، تمام. وغير كده هتلاقوا في الديسكريبشن لينك حسابات الشخصيه، يا ريت تبقوا لفه فيها، وخصوصا الانستجرام، وتعملوا فولو. طيب وغير كده بقى لينك الشخص المبدع الجميل اللي قدمنا الاضافات دي، احمد وليد، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن، او الباشمهندس احمد وليد لانه بيزعل جدا لما بقول له احمد وليد بس، يلا يا باشمهندس ابسط، فاللينك بتاعه هتلاقوه تحت في الديسكريبشن، فزوروه مش هتخسروا اي حاجه. وكمان هتلاقوا لينك الجروب بتاع ترينز والجروب بتاع ترين و البيجات المخصصة للعبة، سواء للكمبيوتر وسواء للموبايل. واستنوني في فيديوهات جاية جديدة وكتيرة. سلام.